فقرة حبيتوها كثير، كيف لا، واكتمال تنوري موجودة لها الفقرة. أهلا وسهلا فيك اكتمال، شرفتينا. كثير الناس طالبت بهالفقرة رغم كل الظروف اللي عم نقطع فيها، يعني أقل شيء نتهنى بلقمة أكل طيبة. وهالستات اللي قاعدين بالبيوت اليوم كمان اكتمال يستفيدوا من المواسم، أكيد، لأنه عم بتعلمينا من الألف للياء طرق بموضوع المونة. أكيد، أول شيء صباح الخير، وإن شاء الله هالأزمة تقطع خير وسلامة بلبنان. أكيد هلأ مواسم المونة، كل ست هلأ قاعدة بالبيت تستفيد من أي شيء عندها، إن كان من المكدوس إن كان من اللبنة، أي شيء بيصير عندها زيادة فيها تستعمله وتعمله مونة للمواسم الشتوية. عظيم، يعني ما من كبشي أبداً. رح نحكي اليوم عن الرمان، موسم الرمان هلأ، عز الموسم، عز دين الرمان. كيف أعرف الرمان الحامضة من الحلوة؟ هلأ الرمان الحامضة بتبقى لونها أصفر وجلدتها قاسية. أوكي. هلا بعد شوي بتبلش ينزل على السوق الرمان الحامض. يعني هلا كله حلو؟ هيدا رمان لفان. هيدا اللفان بيجي حامض وحلو، هيدا هو لدبس الرمان. هلا فينا نعمل الرمان الحامض، بيطلع حامض، وهيدا يلي هو بتحس الست انه طعمته طيبه، فيها حلو وفيها حامض. اوكي، فوقتها بدي اجيب بقول له بدي رمان لفان. لفان. للاكل ولل لكل شيء، هو لكل شيء، بس عندنا اشخاص بحبوا الرمان الحامض، يعني دبس الرمان يكون حامض، كمان فينا نعمله. عظيم. هلا اول شيء رح نبلش منجيب الرمان، بدنا يكون رمان لفان، وكل ما كانت الحبه كبيره بتكون ناضجه اكثر. هيدا الرمان بدنا نجيبه ونغسله وننشفه، اهم شيء نتنظف شوي. طريقه الرمان يلي هو انا عندي طريقه شوي سبيسيال، او الكل عندهم اياها، يعني هيك اكله قضيب رمان. ايوه صغير. هيدا الرمان ما نفتحها قبل ما نبلش ندقدق، مندقدق مطرح ما بنقطشها، هذا العنق تبعها بدها ندقدقها منيح، لانه بتشوفي فلومه على السوشيال ميديا بتجربيهم ما بيزبط. اوكي، هلا هيدي قد ما فينا ليه منخبطها، الحبه يلي جوا بتفلت من قلبها. اوكي، مطرح اللي فيه القشره، يعني ميله العرق بلش انا خبط. اهم شيء هون اذا عم نشوف كيف هيدا كله خليها تتخبط. كنت اكره فان الرمان هلا صرت احبه. والرمان كثير صحي، قد ما فيكم هلا استفيدوا منه. طريقه التقشير رح ليك كيف رح وين كوكو برمي ايدك لنشوف. اوكي، لكن شوفوا كيف رح ينزل الزوم تبعها، بدنا ننتبه. ايه، مشان هيك لازم نكون منظفينها كثير منيح. اكيد هيدا الزوم تبعها هو كتير صحي. نقبع الشابو. نقبعها. اها. اوكي، هي قبعت معنا. اوكي. هون في لها زياح. ما نغمق القشرة بس. ما تغمقوا بال على مطرح الحص، يعني مثل وين هون؟ ايه. بتشيلوها. اوكي. اوكي. عظيم. هي صارت كلها تقريبا عاملين لحصوص. شوفوا الزوم. ايه اكيد، وانتبهوا على ثيابكم، بس نعملها منشلها القمع تبعها. لك شو سامبل. أوكي. هيدا القمع تبعها هون. طريقه فيك تفوتي السكين لتفسخ. اوكي، فسخت لحالها. هلا هون منفتحها شوي شوي، انتبهوا نزلوا ايدكم على قلب الجاد. تطرطش لان بدهم يطيروا الحبات. هاي ما تعطلوا هم. اوكي، فرجيني اياها على الكاميرا. يلا عندك شوفوا قلبها. دائما افتحوا القلب قبل ما تبلشوا تنزلوا، لانه بيبقى فيها حبات اسود، هي بتكون مضروبه، يعني ما تستعملوها. هون كوكو عندها شفت يعني مليين هيدي لا، هي بتبقى الجلد، شو بدك بالجلد؟ مهم الحبه ما تكون مضروبه. طيب. ليكي حبتها كيفيه حمراء. أوكي. هلا هون بترجعي بتسكريها وبتكمريها بايدك، ترجع بتبلشي تلبدي من هون. ليك كيف عم ينزلوا الحصوص بدون ما تنزعجي. تزبط طريقة مش يعني هلا نحن شوي شوي كلها خبطيها على الداير، واهم شيء هون بس تضربي هون بينزلوا كلهم، بتصيري تخبطي هون
بهروا كلهم. هلا هيدي الطريقه يلي هي اهم شيء. بس نخلص نحن مجهزين شوي لانه تما ناخذ وقت تنبلش نشرح شوي. اوكي. عند دبس الرمان. لكن هيدا تقشير الرمان اذا بدي حوله لدبس رمان حتى للاكل نفس الطريقه. نفس الطريقه. لو نفس المي. ما هو المي تبعوله هو الغذاء كله بالمي تبعه. يعني فوائد الرمان عديده كثير وخاصه بهيدا الموسم كمان. موسم الرمان. طلع عنا جات رمان مفقع للاولاد وللعائله. قد ما فيكم هلا بهي المواسم اعملوا رمان فقوا قشروا عصروا كثير مهم للصحه. هلا نحن عملنا الرمان حب. اوكي. اوكي هيدا الرمان فيكم تاكلوه فيكم تعصروه وفيكم للشرب. هلا طريقه تحضير دبس الرمان، هون فقينا الرمان بدنا نحطه بجوت ستانلس. دائما خلينا نستعمل الجات الستانلس تما يتفاعل البلاستيك مع الـ مع, مع كل انواع الخضره. يعني هلا في ستات بتحب تعمل بالبلندر، في ستات بتحب تحطه على مكنه اللحمه. يعني اهم شيء بدنا نعصره. بس ينعصر عصر ولا طحن؟ طحن عصر بده ينطحن طحن. ما هو بيصير عندنا في كمان مكانات جوس اكستراكتر، يعني بتشل لك اللب وبتكب لك المي كمان. مش هيها. لا بدنا مكانه اللحم يلي الها الشفره يلي الها شفرات. صح. أوكي. بس نحطهم بالمكنه، هي الشفره بتشيل هيدا اللب. أيه. كله بتشيله. صح. بضل في البزر. هلا نحن هون بدنا نشيله، بس خلصنا من الطحن بدنا نحط على شاش، يعني كيس اللبن او كيس اللبنه او شاش نحن خصوصي بنستعمل للرمان لانه الرمان بيدبغ. ساعتها بس نسقطهم بقلب الكيس بنبلش نعصر، بينزل منهم هيدا الزوم. تنزل المي كلها. تنزل هيدي المي كلها. هيدي المي هي اللي صار عنا زوم الرمان. يعني العصير الرمان. هلا هون بس نعصر منيح هيدا البزر ما تكبوه. هلا رح نحكي عنه. هون حطينا العصير الرمان وشدينا كتير نزل اللب تبع الرمان. أوكي. بدنا نحطهم على النار. هلا العشرة كيلو رمان بيعمل لها لتر دبس الرمان. ليه؟ لانه الرمان بيكون دست كبير، المي كله بصفي 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 تيصير قدر الليتر. اوكي. هون بس يعني هالقنينه لتر؟ هالقنينه لتر يلي هو 10 كيلو رمان، 10 كيلو رمان بدك تشيل الجلد، بدي ما بيبقى منها حبه الرمان. صح. غير هالكمشه الصغيره. صح. بدك تعصريه بيبقى منه شيء لا يسكر. فاذا مشان المي اللي نزلت هي اللي تتحول. نعم. هلا هون بده على النار، في اشخاص بيحطوه على السرعه ساعتين على نار عاليه، انا بنصح ما تحطوه على نار عاليه لانه بيلدع. بتحس بطعمته. ايه نعمله. صح. على نار هاديه جدا بياخد بين 3 ساعات والاربع ساعات. بدنا نضل نحرك. ايه بدنا نضل نحرك اكيد. هلا هون هي الست هي ونظرها، بس احنا لانه صار عندنا خبره تنعلمها الطريقه. بتنزل الملقعه على قلب الدست قد ايه الغمق، بتعملها تاب هيك بلزق الرمان على الملقعه. اوكي. بتعمل بايدها اكيد قد ما فينا نكون متنظف، بتعمل بالملقعه بايدها هيك ما بلزق ال... يعني الزيح تنظف الملقعه. صح. معناتها هون ما لزقت، يعني ما دب الزيح على بعضه، معناتها هون الرمان صار جاهز. نسكبه هو وسخن وما تسكره لتاني يوم، سكره القنينه. كوكو بس ها وهن صاروا دبس منهم لحالهم. ايه؟ ما في شيء معهم؟ لا لا ابدا ابدا. القشر البزر يلي بفضل من الرمان غسلوه منيح وشمسوه. طحنوه هيدا كتير منيح للزعتر، بتحطيه مع الزعتر. أوه. مع الاكل كل شيء عامله سلطات بس اكيد بنطحنه يصير بودره. اوكي بصير بودره بزر الرمان. بودره بزر الرمان وكتير صحي. نعم. بنظف المصارين لانه بزر. نعم. والقشره هلا القشره ما بقى فينا نستعملها القشره للكب. هلا نصيحه، عندنا الرمان يلي هو هيدا الرمان فينا نفرزه. إيه؟ لمواسم الشتاء بضل الرمان مثل ما هو ومناكله. فينا نستعمله للسلطات على انواعها، للباذنجان المتبل بتحطي له على وجهه. صح. طيب كثير مهم. فينا نفرز، فينا نعصر، وفينا نطبخ ويصير عندنا دبس الرمان. طب هيدي البروسيدجر هي اذا يعني كوكو انت المونه تبعك عم تعمليها او ست البيت، بس اوقات بنشوف انانه بالسوق
شو مغشوش فيهم؟ بحطوا رح لك شو بحطوا شو رح لك شو هو اول نزل بينزل مي اول نزل فسري لي يعني هلا مثلا فينا اسكب نتفه منها ايه فسري انا رح اوكي هو اول نزل يعني اول ما تسكبي رح لكم هيدا هيدا المي يلي نازل هيدا بحطوا له سكر وبحطوا له نشا بس لحتى ينحط له هيدا الزوم سكر ونشا جمدة القنينة جمد العصير عشان هيك بيقولوا لأخصائي التغذية ما تاكلوا دبس الرمان صح يلي فيه سكر وفيه نشا مشان هيك هي دبس الرمان غالي لأنه قد ما تعملي كمية تيطلع منه هيدا القنينة هو صحي وهيدا آخر دبس الرمان وكمان شوف الشقف تبعه ايه القافت اذا طلع ايه اوكي هلا دوقي يعني هيدا لا داخل له سكر ولا داخل لونه فاتح اللي بتشوفيه بالسوق عن جد بيدبو ايه وهيدا لونه فاتح بدي دوق دوقي اكيد هيك بلا بلا ايه دوقي دوقي مشان هيك بنطلب من الكل معلي نقوا المصدر الموثوق منه عن جد هيدا دبس رمان هيداك ابدا بتحسي طعمة الرمان بتستطعمي بالرمان صح بحمودة طب كيف بحافظ على هالحمودة هو لأنه فيه سكة هو فيه حامض هو حامضه منه وفيه مشان هيك لا بدك تحطي له حامض لا بدك تحطي له سكة ما في لزوم يعني نقطة منه مع زيت الزيتون ورشة ملح خلصت القصة يلي نحن بس هو قيمته بشغله هلا ما بيدبق لا 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 بدي اقول لا لانه لا بتشوف يعني بتكوني عم بتسكبي من القنين شريتيها من السوبر ماركت بدك تهزيها وبتدبق بدها تكون لانه السكر تبعها هو بخليها تجمد أوكي المواد أوكي تجمد فهو لازم هيك يكون هيك سلس ورقيق هو صح صح يعني مش ننبسط فيه انه سميك وما لا هيدا كله سكر مشان هيك نصيحه هلا في كثير ها اذا عم بتبين منا ملزقه بضل القنينه نظيفه بتضل مثل ما هي فينا ناخذها على الكاميرا لنفحص يعني اذا وقفتوا بالسوبر ماركت عملتوا هيك قولوا لهم كوكو علمتنا كيف نفحص قنينة دبس الرمان اذا فيها سكر فاذا نحن وعم نبرمها ما لازم يلزق ما لازم دبس الرمان على القنينة شفتوا كيف يعني وطيها كوكو بعد يعني ما بتلزق منا ما فيها سكر كاتشب يعني بدنا نتفشى لتنزل واو حتى الحبوب بعدهم فيها كوكو هلا غير موسم الرمان يلي بهالوقت يا سبحان الله عن جد ربنا كيف بيخلق الفاكهه والخضار كل شيء بموسمه وكنت عم بتقولي لي قد ايه مهم للروايه يعني وقت بنفتح حبه الرمان يعني هلا ها بس نفتحها للرمانه بنشوف شكل الريا ايه صح شكل الريا هي فوايد دبس الرمان شبيهه بفوايد الرمانة مثل ما هي ولا إيه؟ هي فقط للطعم لا هي لها فوايد للريا للقلب للس يعني في اشخاص بتحب تاكل فيه شيء سكر وهن معهم سكري ما بيقدروا دبس الرمان كثير مفيد بيغنيهم عن هالشيء وهلا موسم شو يعني هلا رمان اطفى هلا انا الرمان الحامض رمان الحلو هلا انا اللي عم بشتغل فيه هو مكدوس الباذنجان هو الكشك ايه هلا موسم هلا موسم إيه؟ مربيات التين على انواعها المواسم الموسم اللي قطعت الكشك الزعتر السماء بدي اقول كمان صرخه من هون كوكو لانه كنا عم نحكي عن الغلا وعن التجار صح. يعني مش عم يرحموا حدا كيف انتم اللي هي هيدا شغلكم يعني ما تظلموا ولا تلوموا اي ست بيت عامله مونتا ومتكله عليها وانت اكيد اصدقاء كثير وبتعلميهم كثير ما تقولوا لهم ليش غالي صح الدولار الشغله لانه التجار ما عم يرحموكم عم نتفاجئ صح عم نتفاجئ بننزل لنجيب هلا في عنا اشياء نحن بنقطفها قد ما فينا بنقدر نساير بس في اشياء مجبورين تجيبيها من السوق عم نتفاجئ بينه يوم ويوم السعر كثير عم بيضوق طيب ليه منه موجود منه موجود بس غليتوه على غلو عم نضطر نغلي دبس الرمان هي كانت الحلقة شكرا لإليك ميرسي يعني فيها حياة لست بيت تكون عندها الدست تقدر تعمل ما بده شيء بدها هي نتفة ذوق نتفة رواق وطولة بال وكل شيء بيصير ألف شكر لإليك ميرسي الله يقويك ميرسي رح نروح مشاهدينا لفاصل وبنرجع لكم